طيب علي عدنان بحسن رائد الدقيقة 63. يعني هنا نبين فارق الخبرة وفارق المستوى بالاحتكاك. يعني أكيد طبعا حسن لاعب ينتظر مستقبل، قد يكون مستقبله مثل علي عدنان، أشوف شون. لكن وجود علي عدنان بثقله وبالثقة اللي منحها المدرب له واللاعبين والجمهور، يعني يلعب بشكل مرتاح جدا، وفعلا يعني صنع كرة كان ممكن يصير منها هدف لعلي فاز، يعني كرة كروس من أجمل ما يكون على رأس علي فاز كان ممكن يسجل من هدف. فعلي عدنان يعني تبديلات المدرب، خلينا نقول عليه بموضوع علي عدنان، كانت يعني في وقت بلحاظ انه هو مجهد جاي من سفر، يعني انه اللاعب اللي يسافر فتره طويله يكون مجهد، يكون مجهد، فالعضلات لا تتجاوب بالشكل الصحيح مع الجهاز العصبي، يعني انت لعازة الجهاز العصبي للعضلات والعضلات تبدي تشتغل، تطلع اوامر تشتغل. هذه الملاحظه مهمه لان هواي كاتبيها بجروب الرياضيين، نعم، انه علي كذا عنده تفاصيل، فانه السفر يؤثر بشكل كبير، يعني مو يعني ليش الفرق تروح قبل، يعني ليش يقول لك قبل 72 ساعة، يعني انت تسافر وتجي يراد لك 72 ساعة لما تسترجع قواك وتبدي تتدرب. يعني انت ما تجي قبل 24 ساعة وتلعب مباراة. في مباراة اوزبكستان سيكون علي عدنان بشكل واضح، اكيد مو اكيد طبعا. طيب بشار طبعا كاظم عدنان شقيق علي عدنان، تحياتنا له. نعم، يقول حبيبي علي تحياتي لك والكابتن نزار اشرف، بس معلومة لك وللجمهور، علي عدنان صار له 3 أيام ما نايم لأن فارق التوقيت في كندا. أكيد أكيد. هاي ملاحظتك والسفر والإجهاد. شوف بعض الإخوان من كنا نتكلم على فارق التوقيت نلعب في شرق آسيا، يعني يستهزئون بالموضوع. ساعة البيولوجية الإنسان كله تتغير، أكله ونومه وتدريبه. يعني بالوقت اللي أنت بكندا مثلاً نايم، إحنا نتدرب. زين أنت وقت هناك نايم، أنت جي هنا لازم تتدرب. يعني هسه يصير واحد قاعد يتدرب مثلاً بالثلاثة الفجر؟ طبعاً لا. صعب، الساعة البيولوجية ما تقبل، يعني العضلات ما تقبل تشتغل زين.